مساكم الله بالخير. اليوم عندنا تونة بالخضار، مو بسلطة التونة، بالخضار عندنا. وعندنا خذنا من صالونة الكنعد حسب الرغبة، تحطون ماي حار حطوا. عندنا جميع أنواع الخضار. أول ما ننزل البصل تحت، وننزل الثوم. وعندنا هني، عندي هني البهار، هيل، درسين، بعد بالنزلة عشان الحرارة تحت زيادة، المسمار. وعندنا الخضار بننزل بطريقة عشوائية كذي، وشوية من الجلجلان نخلطه بهالطريقة. وبننزل شوي من التونة الآن، كل طبقة نزلنا التونة بندخلها في الفرن في التنور. وعندنا الطماط، أهم شيء الطماط، خلوه في الوسط تحت زين الطماط مثل ما انتم شايفين، نهوس عليه بنضغط بهذه الطريقة، كثر الطماط عشان ينزل ماية. وعندنا الفلفل، حلو بالفلفل. عندنا البطاطس بعد كذلك، وبننزل تونة مثل ما انتم شايفين، كل ما كانت القطع كبار كل ما كانت افضل. وبننزل جلجلان بهذه الطريقة، بنضغط عليهم شوي. وبننزل باقي الخضار بهذه الطريقة والفلفل. وبننزل تونة بعد، قطين، ثلاثة، أربعة، حسب الرغبة اللي انتم تبغونه. وبننزل الجلجلان، وبننزل الصالونة آخر شيء. هذه صالونة كنعد ماخذها أنا، مسوينها في البيت، فيها البهار، ما حطيت بهار لأن هي فيها بهار هذه، وزدناها شوية بهار، فلفل أحمر. بننزل هذه بسم الله، وبننزل أسلمكم زيت الزيتون. دائما أنا آخذ من هذه الزيت الزيتون. الآن يابوا تنكة جديدة، لأن طلبة اللي طلبناه ذيك المرة خلصوا. بننزل زيت الزيتون مفيد، بس نسكر بالألمنيوم أو بخبز، بندخله في التنور. نشوف المرحلة الثانية، ندخلها في التنور مدة نص ساعة، حتى لين ساعة ما عندك مشكلة، ندخلها داخل. بس يبي لايب العصا ادخلها داخل في الوسط، اخليها الجرة من داخل، شوي شوي تطبخ حرارة. شكلنا الضوء الآن، هذه الحرارة داخل الفرن، هذه بتتم لها 3-4 ساعات. خلصت صالونتنا، صالونة التونة في التنور، ننزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من داخل، يا سلام، يا ريتكم تشمون الريحه، يا ريتكم تشمون الريحه، شيء من داخل الخضار. شوف البصل شلون دايب، العلوله، الطماط، شو يا الله، شوف التونه بس مسوينها حاره. شوف التونه يا عمر، الزهره، الباميه، صالونه مع يبيلها خبز ايراني، بس خبز ايراني وهي راس الثوم. تعال شم الريحه بس. علينا وعليكم بالعافية. عندنا اليوم محمر وشيلاني، حطينا شوي محمر مع الكنعدة، صالونة مطفية. وعندنا الشيلاني، بنحط من صالونة تونة. تفضل تفضل تفضل، هني تعال خذ طعم. ترى الصالونة ماخذينها وزايدينها وصايرة أحلى من صالونة الكنعد، لأن ماي الطماط وماي الخضار كله نزل وين؟ هني. شوف 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 شوف، علينا وعليكم بألف عافية. خلي حط خضار شوي مع الطماط، وفي عندنا زهرة بعد. يا عمري يا عمري الزهرة، يا عمري هذا. عندنا الصافي المقلي والكنعد المقلي بعد، علينا وعليكم بألف عافية. أهم شيء عصير ليمون بالنعناع، مخللاتكم موجودة. وهني راس الكنعدة على صوب، مباق من عندي الربع، مباق عيني عينك، مباق الراس، حط العين عليه.